بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكو. الفيديو ده مش هيعجب ناس كتير للأسف، بس عادي مش مهم. المهم هو الحقيقة، المهم إن أنا أقول لكم الحقيقة. يا ريت لو عاوز تفهم أو عاوز تعرف المعلومة كلها كمل الفيديو للآخر، كمل الفيديو للآخر علشان تفهم لو أنت عاوز، لكن هتاخد كلمتين وتجري يبقى مش هتفهم المعلومة كاملة وانت حر. في شعوب وأشقاء كتير عرب ومسلمين بعد أزمة المنطقة الأخيرة بيسألوا ليه مصر متفتحش الحدود؟ ليه مصر ما تحاربش الكيان؟ ليه مصر ما تساعدش إخواتها؟ وبعد ما بيقولوا الكلمتين دول بياكلوا فطير وبيناموا على السرير، وكده ريحوا ضميرهم وهملوا وعلقوا مشاكلهم على شماعة مصر. انا مش هدافع عن مصر خالص، مصر اكبر مني انا ادافع عنها. انا يا سيدي جاي اقول لك كلمتين. تعالوا نشوف الخريطة كده. هنا قطاع غزة، وهنا فلسطين المحتلة كلها، حدودها مين؟ مصر، الاردن، لبنان، سوريا، البحر الاحمر. سايب كل دول، سايب كل البلاد دي وبتعلق شماعتك على مصر علشان ضميرك يرتاح. كمل معايا الفيديو للآخر. لو انت من الكويت، من البحرين، من الجزائر، من المغرب، من اي دولة عربية او اسلامية عاوز تحارب، قول لجيشك ينزل لبنان ويحارب الكيان من هناك، ينزل سوريا وبشار الاسد هيفرح بيك جدا وتحارب الكيان من هناك، اعمل انزال بحري من المنطقة دي وحارب الكيان من هنا. لكن انت فالح تاكل فطير وتنام على السرير وتريح ضميرك ان مصر منعاك، يبقى بتضحك على نفسك. واحد هيقول لي لو حاربت مصر هنحارب معاها. يا سيدي شكرا، انت محترم جدا، بس يا ترى التمن اللي انت هتدفعه زي التمن اللي هتدفعه مصر؟ يعني حضرتك لو انت من موريتانيا مثلا، لو انت من موريتانيا وهتحارب جنب مصر، انت هتخسر معدات وجنود، لكن انا هخسر معدات وجنود وبلد. ايه بتقول؟ ايه؟ ايوه انا هخسر بلد. هو الكيان الصهيوني هيضرب موريتانيا ولا هيضرب المناطق الحيويه اللي في بلدي مصر؟ وغير كده ما تعملش شماعتك مصر، معاك زي ما قلنا البحر وسوريا ولبنان. هيجي واحد يقول لي مصر جيشها قوي علشان كده عاوزين مصر تدخل الحرب ونساعدها. يا سيدي شكرا، بس قول لي الاول انت من اي بلد؟ هل انت من السعوديه ولا من السودان ولا من جيبوتي ولا من تونس ولا من اي بلد؟ هل بلدك بتكره الكيان الصهيوني؟ لو قلت لي ايوه هقول لك سؤال تاني مهم جدا، هل بلدك مقاطعة امريكا؟ هل بلدك ملهاش علاقة بامريكا؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه دخل امريكا يا عم، احنا بنتكلم عن الكيان. طيب ما امريكا يا بيه بتحمي الكيان باسطول بحري ضخم وبتزود الكيان بأحدث المقاتلات الحربية وأفضل التكنولوجيا العسكرية أمريكا بتبعتها للكيان. يعني حضرتك مش مقاطع أمريكا وبينكم تبادل تجاري سواء من خضروات وفواكه أو نفط وغاز أو أي مواد أخرى، وعاوزني أنا أضرب الكيان وأنت تساعدني؟ طيب الأول ساعد أنت أشقائك وقاطع أمريكا. بس أنت مش هتعمل كده علشان أنت عاوز تعلق شماعة على مصر. هيجي واحد يقول لي ان بلده مش موافقه تحارب وخايفه تحارب وحدها. هقول له عندك في بلدك ناس بتهاجر هجره غير شرعيه لاوروبا علشان لقمه العيش وبتموت في البحر، صح ولا لا؟ ليه ما يهاجروش لنصره اشقائهم؟ اشمعنى؟ ولا اكل الفطير والنوم على السرير هو اللي منعك؟ فالح تعلق شماعه على مصر. طبعا اسلوبي وكلامي ورد بالمنطق هيخليك دلوقت تعمل حاجه من الاتنين، يا تقول لي كلامك يا مصر صح، يا اما تشتمني وتشتم بلدي مصر. المهم اللي يلوم مصر، اللي يلوم مصر هم اشقائنا فقط اللي استشهدوا وتشردوا، اللي يلوم مصر هم المصريين فقط. حد هيجي من بره مصر يشتم في مصر علشان عاوز يريح ضميره ويعلق شماعة على مصر، ده مرفوض تماما. مصر مش هتمنعك لو رحت تحارب من البحر او لبنان او سوريا،
مصر مش هتمنعها خالص. وللأسف كل الدول العربية والإسلامية متخاذلة كلهم، وكلهم آخرهم التنديد والشجب، نحن نديد نحن نشجب، ده آخرهم. أتمنى أن يتم اجتماع بين وزراء دفاع الدول العربية والإسلامية للتصدي لحلف الناتو الحامي الأول للكيان. أتمنى نصنع دوائنا وسلاحنا وننتج غذائنا علشان ما يبقاش صباعنا تحت درس حد. أتمنى كل الدول العربية والإسلامية تتحد لمواجهة الكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.